يا من هجمتوا كلكم لدخول مارب ويلكم اليوم يوم حسابكم جيتوا وربي جابكم جيتوا وربي جابكم جيتوا وربي جابكم جيتوا لقطع رقابكم قلتوا عشاكم عندنا واحنا تغدينا بكم جيتوا وربي جابكم قد استقينا شركم يوم ابتعدنا عنكم لكن لحقتوا بعدنا ونلحقوا حيابكم جيتوا وربي جابكم احنا قضيتنا وطن وانتوا هين ابنا هين ايران بتخطط لكم وتهاجمونا كلكم جيتوا وربي جابكم هاتوا بقية حشدكم وابن العينة سيدكم حبوا وسووا جهدكم المقبرة أولابكم جيتوا وربي جابكم هاتوا معاكم ايرلو وتوافدوا واستعجلوا الحشد الأول كملوا وقبلكم قلنا لهم جيتوا وربي جابكم هاتوا لنا أبطالكم لا ترسلوا أطفالكم وتغرروا بنسائكم وحاربوا مثل الرجال يلعن أبو أشكالكم جيتوا وربي جابكم كم قد كذب إعلامكم لا ما كسرنا خامكم أين ما بديتوا يا دنك جيش الوطن قدامكم جيتوا وربي جابكم تصعيدكم وفر لنا أكبر سلاح يوصل لنا من كل موقع حولنا قال المدد من عندكم تسليحكم جاء ضدكم جيتوا وربي جابكم جيتوا وربي جابكم من غير ما نخرج لكم طلقة معدل مننا تشق خمسة منكم جيتوا وربي جابكم تجرح جحافلكم هباء ونقول بسم الله جباء جباش يا مارب سباء هاتوا بقية رفدكم جيتوا وربي جابكم إيران ومعداتها معكم وطياراتها ومدربين قواتها تصنع صواريخ باسمكم وجنودها جو بينكم جيتوا وربي جابكم رؤوس الجبال العالية وفي صحاري خالية كل الحشود التالية نص الجثث ترجع لكم والنص من جيتوا وربي جابكم جيتوا لنهب المجتمع بالكذب وبكل الخداع قلتوا الإسقاط الجراع وهدمتوا الدين بالبدع لا ما كشفنا كذبكم جيتوا لنا بكلابكم جيتوا وربي جابكم في الجسم دودة زايدة فيها السموم الفاسدة جيتكم أكبر فائدة قد هي الجراحة واحدة جيتوا لنزع سمومكم جيتوا وربي جابكم من غير فحص وغربلة كل الحشود المقبلة مصيرها للمزبلة ويغيب عهد الزنبلة في أرضنا بغيابكم اليوم يوم حسابكم جيتوا وربي جابكم جيتوا وربي جابكم.